تفضية هنا ثيو هرنانديز الذي حاول ولكنه لم ينجح مع بقية الأسماء. الآن بانتظار الأبطال، بانتظار عريس هذه الليلة الإنتر سوبر إيطاليا وأول أبطالها في هذا الموسم. باستوني سيتقدم يحمل الميدالية الذهبية ويتسلمون الميداليات مع جيريمي بالتأكيد وبقية الأسماء جارديني ودومفريز والأسماء التي تحتي وتحضر باريلا بالتأكيد أحد نجوم الفريق الدائمين وبقية أسماء لاعبي الإنتر وتشكيلة الأساسية والاحتياطية الذين شاركوا بالتأكيد. نشاهد العريس الكبير لوتارو الذي يتسلم الميدالية والذي وضع بصمته والذي يقبل البطولة وكأس السوبر الإيطالي عون بالنسبة لوتارو يختم فيه العام الماضي بطلا لكأس العالم ويبدأ فيه العام الجديد بطلا لسوبر إيطاليا. دي ماركو من سجل أول الأهداف، دارميان الذي قام بمباراة كبيرة، جيكو الذي لا يغيب أبدا والذي يحضر في المناسبات الكبيرة، هاكان يحصل على الميدالية مع كوريا وبقية الأسماء. لم يشارك لوكاكو لكنه بالتأكيد سيجد مناسبات أيضا القادمة وسيحتاجه الإنتر في المستقبل. نشاهد هذه المراسم. أونانا الذي أصبح لا تخاف لا تخاف الكأس الإنتر يا أونانا، ما راح يروح ما راح يأخذونه. إنزاغي بالتأكيد سعيد جدا ويتنفس الصعداء، هذا المدرب الذي عانى كثيرا هذا الموسم ما بين مطالبات أحيانا بإقالته وتغييره، ما بين ضغط جماهير الإنتر بعد خسارته لبعض المباريات المهمة في هذا الموسم، والذي كان يعود بانتصار كبير أمام البرسا فعلها، أمام نابولي فعلها، في الديربي والسوبر فعلها، والإنتر ينجح بالتأكيد ويفعلها. وسمير الآن سيأتي وسيرفع الكأس لفريقه في هذا التوقيت وسيرفع اللقب في هذه اللحظات، لا شك من أنها لحظة تضاف إلى لحظات لأندريستا، تضاف إلى لحظات لراتسوري. سمير هاندانوفيتش الكابتن، ارفع الكأس يا إنتر، ارفع الكأس يا إنتر، الإنتر سوبر إيطاليا وأول أبطالها في هذا الموسم للمرة السابعة في تاريخها من 89 إلى 2005، من 2006 إلى 2008، من 2010 إلى 2021 يحافظ على لقبه من العام الماضي تحت هذه الأفراح تحت هذه الألعاب. نيران الإنتر أشعلت الديربي وأحرقت السوبر، انظر إلى هذه الليلة، احتفل يا نيران سوري مع جماهيرك بعيدا عن إيطاليا وقريبا من قلوبهم، ليلة هنا كاملة بالنسبة للأفاعي هنا في العاصمة الرياضية وفي درة ملاعبها. احتفلوا وارفعوا هذه الكأس، الإنتر بطلا للسوبر الإيطالي، بطلا لهذه البطولة بالنسبة له للمرة السابعة في تاريخه. إنزاغي المدرب الذي يعادل نيبي ويعادل كابيلو كأكثر من فاز بكأس السوبر يحتفل مع اللاعبين، كل لاعب يجد لحظة ولقطة في أن يرفع الكأس ويحتفلون معه. ما أجمل الفرح، ما أجمل النجاح، ما أجمل الحصان، ما أجمل الإنجاز، ما أجمل البطولة، ما أجمل التتويج، ما أجمل الكأس التي تأتي بعد عبور ديربي بالتأكيد يكون لها مذاق مختلف. للديربي فرحتان وللإنتر بالتأكيد ليلة كبيرة جدا. يا أولانا حافظت على شباكك بيديك التي ترفع بهما الكأس الآن، يا كوريا احتفل يا إنزاغي، إنها ليلة لراتسوري وليلة كل عشاق وجماهير الإنتر في كل مكان. أحبتي الكرام، أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بهذه القمة عبر قنوات أبوظبي الرياضية. لوكاكو يحتفل ويقبل الكأس الآن حتى وإن لم يشارك، سعيد بعودته للفريق الذي توج معه.